تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء دائما مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا، الشعور بالتفاؤل والشعور بالسعادة يعكس آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وعندنا مخرجين مبدعين اليوم في الإخراج الأخت منى العلي، وأيضا الأستاذ أيمن سرحيل. صبح عليكم جميعا، وأيضا معي اليوم في تقديم البرنامج الأخت آمنة العلي. صباح الخير. اهلا فيك اخوي عبد الله، صباح النور والسرور. الله يصبحك ان شاء الله بالنور والعافيه. وانا محدثكم مستمعينا الاعزاء عبد الله جمعه، وايضا من خلال برنامج صحه وسعاده نرحب دائما بتواصلكم معنا على الارقام 6005514114، وعلى الرسائل النصيه القصيره اس ام اس 4006. آمنة، شو رأيك تستعرضين اليوم فقرات البرنامج؟ نعم أخوي عبد الله، مثل ما عودنا المستمعين بأن فقرات يوم الثلاثاء الفقرات كلها تتحدث عن مستجدات كوفيد-19. نعم. فاليوم في حلقة اليوم بيكون معنا خبر التغذية السليمة تحمي مرضى السكري من هشاشة العظام. نعم. وكذلك بنتناول مستجدات السوشيال ميديا مع أختنا اسم الجناحي، وكذلك بنتناول العزل المنزلي مع الدكتورة جواهر آل علي. وفي ختام حلقتنا مثل ما عودنا المستمعين كل أسبوع بتكون معنا الدكتورة هند العوضي، وبتحدثنا أكثر عن المخالطين والإجراءات الاحترازية في وسائل النقل وأماكن العمل. نعم، جميل جدا فقرات برامجنا مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 6005514114، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ناخذ خبرنا لهذا اليوم اختي آمنة عيال عن التغذية السليمة اللي دائما تحمي مرضى السكري من هشاشة العظام. طبعا أخوي عبد الله، قالت الجمعية الألمانية للسكري إن داء السكري يرفع خطر إصابة المرضى بهشاشة وضمور العظام، ومن ثم خطر التعرض لكسور العظام في حالة السقوط. وأضافت الجمعية أنه يمكن مواجهة هذا الخطر من خلال التغذية السليمة، حيث ينبغي إمداد الجسم بالكالسيوم المهم لصحة العظام، وتتمثل مصادرها الغذائية في الخضروات والفواكه والمكسرات ومنتجات الألبان والصويا. وينبغي أيضا أن يشحن مريض السكري مخزون جسمه من فيتامين دال المهم لصحة العظام، وذلك من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك البحرية والبيض والفطر وكذلك الكبد. كما ينبغي التعرض لأشعة الشمس بانتظام، حيث يستغلها الجسم لبناء فيتامين دال بنفسه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يحرص مريض السكري على ضبط مستوى السكر بالدم من خلال الالتزام المنتظم بالأدوية. فطبعا أخوي عبد الله، الحديث عن السكري دائما يكون معاك وعندك معلومات جدا قيمة، فشو رأيك في خبر اليوم؟ نعم، أنا دائما أختي آمنة أنصح أي شخص مصاب بالسكري، مثل ما يعني ذكرت الأخت آمنة من خلال الخبر، سمعت أن هناك كثير من الأغذية أو كثير من المعلومات اللي دائما تنصح المصابين بداء السكري أن يلتزمون برنامج غذائي متوازن. دائما نحن نقول مستمعينا الأعزاء، بالشخص اللي مصاب بداء السكري لازم أنه يعرف
المصاب بداء السكري ليس فقط علاج وإنما إدارة الحالة. أنت على أساس أنك تكون تدير حالتك بشكل صحيح أنك ما تتعرض لمضاعفات داء السكري مستقبلا، لابد أنك تتأكد أن أنت عندك زيارات مستمرة مع الطبيب وزيارات مستمرة مع الفريق الطبي المعالج المتكامل والشمولي اللي يشمل الطبيب وأيضا أخصائي التغذية وأخصائي التثقيف الصحي وأخصائي التمارين التمارين الرياضية وأخصائي فحص شبكية العين وأيضا أخصائي الدعم النفسي. فهاي منظومة متكاملة كلها على أساس أن الشخص اللي مصاب بالسكري ما تطلع له أعراض، والأعراض هاي ممكن أن تسبب له مشكلة ويعني مشاكل صحية في المستقبل. نعم طبعا أخي عبدالله، نحن في هيئة الصحة في دبي نعمل كمنظومة متكاملة لمرضى السكري مثل ما ذكرت، من جميع الجوانب يتم تغطية احتياج المريض. نعم، ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا، ودائما مستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، ودائما مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أخت أسماء صباح الخير والسعادة. صباحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، وعليكم على أخت آمن وكل مستمعي إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية، ونبغى نعرف اليوم مستجداتك أختي آمنة في وسائل التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي وهو الخبر الخاص حول الاختبار جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وصحة دبي وشركة بريسونيكس يجرون تجارب سريرية لاختبار التنفس السريع للكشف عن كوفيد 19. الاختبار هذا يوفر نتيجة فورية لفحص كوفيد في خلال 60 ثانية. الموضوع حاليا هو تحت الدراسة. نعم. وتحت التجارب السريرية، وقاعدين يطبقونه على 2500 شخص من المتعاملين في مركز مد الحمر الصحي واللي هو تابع لهيئة الصحة بدبي. وشركة بريسونيكس هي شركة ناشئة تابعة لجامعة سنغافورة الوطنية، وهي قامت أيضا بإجراء تجربة سريرية في جمهورية سنغافورة شملت 180 شخص، والنتائج حققت وكانت تتراوح بين 93% إلى 95% من خلال استخدام الخوارزميات الجهاز الآلي. هذا من ضمن الأشياء، يعني أتوقع هذا إن شاء الله إذا طلعت النتائج دقيقة وانتهت الدراسات بيكون وايد أحسن من PCR. صحيح. وايد أشخاص ما يحبون فحص الخشم. أختي أسماء بشرت أني أنا بارحة جربت الفحص هذا لأنني كنت في مركز ند الحمر، فأنا طبعا من ضمن اللي إن شاء الله بتكون يعني 2500 من ضمن 2500، وفعلا خبروني أني طلعت النتيجة خلال مثل ما تفضلتي 60 ثانية، ولكنهم عندهم إجراءات على أساس أنه يعني عليها دراسة، فخبروني أنه بيتواصلون وياي على أساس أنه يعطوني النتيجة. أنا بيسوي هالاختبار الصراحة أسماء، ممكن تخلوني من ضمن الناس اللي تجربون عليهم؟ اللي يروحون يأخذون يسوون فحص PCR، يسوونهم فحص PCR وأيضا يسوونهم فحص البروفينكس. صحيح صح. فيسوون الفحصين عشان موضوع المقارنات. أول شيء الخدمة، المتعامل حصل الخدمة، ثاني شيء هو شارك في التجارب السريرية. صحيح. وأيضا مثل ما ذكرتي اختيامنا أنه يعني وايد سهل الصراحة، يعني إجراء وايد سهل. اليوم أسمع عبد الله مصري زقرت آمنة، فأنت سامحي. أسمع سوري. وهي نفخة وخلاص. صح. يا رب. نأكد ببعض الملاحظات اللي وصلت من قنوات التواصل الاجتماعي موضوع المواعيد. نعم، يعني ليش يسألوننا إذا كان في مراكز تأخذ ووك إن؟ جميع مراكز هيئة الصحة بدبي عن طريق نظام المواعيد ننصح الجميع. في ملاحظة نحن قلناها أمس الرد نقولها اليوم، أن الأشخاص اللي يحجزون مواعيد وكانت في بعض المراكز مواعيد بعيدة غيروا المركز في التطبيق الذكي، فمثلا اللي مثلا حطوا اسم مركز وطلع الموعد عقب أسبوع يجرب، يعني هو التطبيق يتيح له أنه يشوف أقرب المواعيد حسب المركز، يضغط على اسم المركز ويقدر يشوف المواعيد المتاحة. فإذا حس إن في موعد متاح في مركز معين يوفر نفس نوع اللقاح اللي هو يبغاه بس ممكن شوي كم من يوم، يروح يدور على مركز ثاني يوفر نفس نوع اللقاح ممكن عادي يحصل موعد باسر. فنحن ننصح الأشخاص أن يدخلون التطبيقات ويشوفون الأقرب موعد حسب اللوكيشن، إذا حسوا موعد بعيد يغيرون اللوكيشن وراح يكون يعني عشان يتوزع على كل المراكز.
هاي بس من ضمن الملاحظات اللي وصلت من قنوات التواصل الاجتماعي عن موضوع المواعيد. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء، شكرا لك إن شاء الله ويومك سعيد. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل اليوم فقرة مستجدات كوفيد، مثل ما ذكرت أختي آمنة آل علي بأن نحن مخصصين كل يوم ثلاثة نتكلم عن مواضيع مختلفة خاصة بمستجدات كوفيد 19، واليوم عندنا موضوع العزل المنزلي، وبتكون معنا ضيفة الدكتورة جواهر آل علي من مركز عمليات كوفيد 19 في هيئة الصحة بدبي، وبنتكلم معها عن العزل المنزلي وعن الإجراءات والتعليمات اللي يجب أن الجميع التزمها الخاصة بخصوص الخاصة عن العزل المنزلي. خلكم ويانا مستمعينا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرتنا لهذا اليوم، فقرة مستجدات كوفيد 19 اختي آمنة، العزل المنزلي. وطبعا أخوي عبدالله، أصدرت هيئة الصحة بدبي مؤخرا دليلا إرشاديا للعزل المنزلي يوضح كافة الخطوات والإجراءات والتعليمات التي يجب على الجميع الالتزام بها لتفادي نقل العدوى للآخرين. وللحديث طبعا أكثر عن العزل المنزلي والدليل الإرشادي بتكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة جواهر آل علي من مركز عمليات كوفيد 19 التابع لهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة جواهر. دكتور اهلا فيك دكتوره. اهلين، مشكورين على استضافتي في البرنامج اليوم. العفو دكتوره، الشكر موصول لك على وقتك اللي منحتيه لنا للحديث مع المستمعين وافادتهم بخصوص العزل المنزلي. واجبنا عزيزتي. مرحبا دكتورة جواهر، شكرا لك مرة ثانية. وموضوع الحقيقة يعني اليوم العنوان العزل المنزلي يعتبر يعني من المواضيع المهمة، فدكتورة لو نتحدث معك في البداية عن هذا الدليل، ومثل ما ذكرت أختي آمنة بأن هيئة الصحة بدبي مؤخرا أصدرت أكثر من دليل إرشادي الخاص يعني بإجراءات كوفيد 19، ولكن إحنا إن شاء الله اليوم حديثنا معك دكتورة جواهر عن الدليل الإرشادي الخاص العزل المنزلي، لو تخبرينا عن أهمية هذا الدليل وأيضا أهميته في الحد من انتشار العدوى. تمام. بالنسبة للدليل الإرشادي للمصاب، هو دليل يشرح منه المصاب بالمرض ورحلته في فترة العزل والأمور اللي لازم يسويها خلال هذه الفترة، ويتضمن يشمل في نفس الوقت أجوبة على بعض الأسئلة الشائعة اللي متكررة يعني متكررة لنا. وبالنسبة لأهميته طبعا، هو يثقف ويوعي المريض على الأمور اللي لازم يسويها عشان يحد من المرض. وهذا الدليل طبعا متوفر للجميع على موقعنا هيئة الصحة بلغتين، منها العربية والإنجليزية. نعم طبعا دكتورة، أكيد يعني في الدليل هناك الكثير من يعني المعلومات والكثير من الإجراءات مثل ما تفضلتي الخاصة يعني بتثقيف أفراد المجتمع عن العزل المنزلي. لو نتحدث معك دكتورة، يعني هناك كثير من الاستفسارات الحقيقة عن موضوع العزل المنزلي، وأهم شيء يعني الأعراض. مرات الشخص ممكن يكون يعني عنده أعراض، ومرات يكون يعني احتمال ما يكون عنده أعراض. فطبعا دائما هاي الأسئلة يعني نسمعها كثير، أن أنا يعني خلاص بدأ اليوم العاشر، سواء يعني ما عندي أعراض أو عندي أعراض، فشو الإجراءات دكتورة في هاي الحالة؟ تمام. بالنسبة للأعراض، المتوقع أن الأعراض تقل من يعني من تقدم فترة العزل ومن يجرب أنه يخلص الفترة. صحيح. وفي حال أن هذه الأعراض استمرت، يعني أنه اضطر أنه يأخذ عليها أدوية خافضة للحرارة أو أي شيء، اللي لازم يسوي المريض في هاي الحالة أنه يتواصل على الخط الساخن للهيئة اللي هو 8342، ويأخذ موعد لتقييم حالته الصحية. نعم
وطبعا دكتورة جواهر، في هناك فئات معينة احنا نعرف ان هناك شهادة انهاء العزل المنزلي، ممكن تقولي لنا بشكل مختصر شو هي، شو تقصدون بشهادة انهاء العزل المنزلي؟ تمام، بالنسبة للشهادات انهاء الفترة، فترة العزل هي شهادات احنا نقوم توفيرها للناس اللي اتموا فترة العزل، يعني بعد ما خلصوا الفترة، وهي عشان يقدمونها لجهات العمل، الجهات الرسمية مثلا. نعم. منها العمل. عدو أنا كنت لا سمح الله شخص مصاب بكوفيد وحاب أني أطلب هاي الشهادة، كيف بتكون رحلة المتعامل للحصول على هذه الشهادة؟ تمام، هو بالنسبة للرحلة للحصول على هاي الشهادة يقدرون يتواصلون على الخط الساخن. نعم، يعني رقم 800-342 قصدك؟ 342. نعم. هذا في هاي الطريقة، وفي ناس يعني ممكن توصلهم على الاسمس، بالاسمس من يتمون الفترة بتوصلهم رسالة نصية، ومنها يعني بسيط، لا يعني ما يتطلب ان الشخص يطلع من البيت ولا يرسل حد ياخذ هاي الشهادة من مكان معين، هو موضوع مجرد اتصال او اسمس. هي نعم، بس طبعا في فئات مستثناة من هاي الشهادة. اوكي، خلينا نتكلم عيال الحين في الفئات اللي ما ينطبق عليها اصدار شهادة انهاء العزل المنزلي. تمام، بالنسبة للفئات المستثناة منها الفئة المقيمين خارج الإمارة، خارج إمارة دبي. نعم. وطبعا الحالات اللي تم فيها إدخالهم للمستشفيات لأنهم كانوا تحت تقييم طبي، فلازم أنه يتابعون معاهم الحالة، وفي نفس الوقت حالات العزل المؤسسي، وفي حال مثلا لا سمح الله استمرت عندهم الأعراض في آخر 3 أيام من فترة العزل، هوني في هالحالة مثل ما ذكرنا أن لازم يتواصلون على الخط الساخن اللي هو 800-342 ويأخذون يعني موعد عشان يقيمون حالتهم الصحية. نعم دكتورة جواهر، طبعا يعني العزل جزئين، الجزء الشخص يكون مصاب بكوفيد، وأيضا العزل الشخص اللي مخالط مع شخص آخر مصاب، فهل إجراءات استخراج الشهادة هاي نفس الطريقة، يعني مثل ما تفضلتي الاتصال بالرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي، ولا أن هناك في إجراءات تختلف يعني من شخص مصاب إلى شخص مخالط؟ تمام، بالنسبة لهالإجراءات هما نفس الشيء، يقدرون يتواصلون على الخط الساخن، وهما بس يذكرون أن هما مخالطين في نفس الهاي، وفي نفس الوقت الحين حاليا احنا قاعدين نمشي شيء جديد واللي هما توصلهم مسجات أن هما مخالطين، لأن في بعض الأحيان دكتورة يعني أنا شخصيا يأتني كثير من الاستفسارات أن يعني في بعض الجهات تطلب أن يكون عند الشخص مثل يعني ورقة، مثل هارد كوبي يعني ورقة أو شهادة يعني في دي، بحيث أنه يعني الشخص يشوف الورقة هاي بدي هاي الشهادة، وفي بعض الحالات ممكن أنه يقبلونه عن طريق الشهادة إذا توصلها عن طريق الواتساب أو الاسمس، فكيف الإجراء إذا الشخص يعني يحتاج أن تكون هاي مثلا فترة، حد كلمني قال والله نحن في مثلا في بعض الأماكن ما يوافقون أن نحن نراويهم التليفون مثلا، الشهادة موجودة على التليفون. تمام أخوي، بالنسبة لهالشيء هم يقدرون يطبعونها، هي توصلهم، هي صح أنها توصلهم كرسالة نصية، بس هم يحملون الملف. ممكن يعني يطبعونها. نعم هي نعم ممكن أنهم يطبعون الشهادة. نعم دكتورة جواهر، هل يعني في بعض الحالات يتوجب إعادة الفحص بعد انتهاء العزل؟ لأن يعني مرات يقول لك والله لا ما يحتاج، إذا الشخص مثلا ما عنده أعراض، أو الشخص إذا عنده بعض الأعراض. تمام، بالنسبة للشخص المصاب احنا عندنا البروتوكول في الدولة، من الشخص يخلص 10 أيام وما كانت عنده أي أعراض آخر 3 أيام من هذه الفترة يقدر يطلع من العزل في اليوم 11، بس في حال كانت عنده أعراض هو ما يستدعي إنه يعيد الفحص، بس في حال كانت عنده أعراض يقدر يتواصل على الخط الساخن عشان يأخذ موعد تقييم الحالة. نعم دكتورة جواهر، عندنا استفسار من أحد المستمعين يقول إنه هو مصاب يعني انصاب بالكوفيد وخلص يعني 14 يوم، يعني قبل ما تغير البروتوكول من 14 إلى 10 أيام، ولكنه ما زال يعاني من موضوع عدم الشم والتذوق، فهل يحتاج إنه يسوي الفحص، يعيد الفحص مرة ثانية؟ تمام أخوي، هذا هني بالنسبة يعتمد هو متى كانت نتيجته إيجابية،
وبالنسبة لحاسة الشم والتذوق ياخذ لها فترة لين ما ترجع يعني. صح، نحن دائما نسمع دكتورة انه ياخذ فترة يعني، واتوقع انها تختلف من شخص الى شخص دكتورة. من شخص لاخر. نعم 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 نعم. فدكتورة إذا بتحثين المستمعين بتقولي لهم كلمة أخيرة قبل ما نختم بخصوص العزل المنزلي. تمام، بالنسبة لهالشيء أول شيء حبيت أشكركم على الاستضافة مرة ثانية، إن شاء الله تكونون استفدتوا من مشاركتي معاكم، وطبعا بإرشادات من الجهات المختصة والالتزام من الجميع، يدا بيد إن شاء الله نتخلص من هالعدوى. بالعكس دكتورة، استفدنا كثير، ومثل ما ذكرت يعني الأخت آمنة آل علي بأن يعني نحن حددنا كل ثلاثة إن شاء الله يعني حديثنا بيكون أول برنامج كله عن مستجدات كوفيد-19. نعم، شكرا طبعا أخوي عبدالله للدكتورة جواهر آل علي من مركز عمليات كوفيد-19 التابع لهيئة الصحة في دبي على معلوماتها اللي قدمت لنا إياها عن العزل المنزلي. نعم اختيامنا، بالعكس اليوم يعني موضوع جميل الحقيقة، العزل المنزلي، لأن لو تلاحظين اختيامنا باستمرار هناك يعني استفسارات وأسئلة حول هذا الموضوع، فمهم جدا أن بشكل دائم نحن يعني نثقف أفراد المجتمع عن الإجراءات هاي. والحقيقة يعني شكر خاص لهيئة الصحة بدبي على العمل على إصدار هاي الأدلة أو الدليل الإرشادي الخاص بمستجدات كوفيد-19. لو حتى تذكرين الأسبوع اللي طاف كانت معنا الدكتورة هند العوضي، وتكلمنا عن الإجراءات أو الإرشادات الخاصة المتعلقة بطلبة المدارس، بأولياء الأمور، وبالمخالطين، وبالعزل المنزلي. فهاي كلها يعني معلومات وجانب تثقيفي مهم لأفراد المجتمع. نعم، وطبعا أخوي عبدالله نحن دائما نحث المستمعين ونقولهم إن أي معلومات خاصة حابين أنكم تعرفونها، حابين تتأكدون منها، دائما الخط الساخن لهيئة الصحة في دبي اللي هو 800-342، هناك أشخاص يعني هم المسؤولين عن الاستجابة لجميع تساؤلاتكم، وكل الأسئلة إن شاء الله ستكون مجابة على هذا الخط الساخن. وكذلك نوجههم أخوي عبدالله لمنصات التواصل الاجتماعي، لأن خلف منصات التواصل الاجتماعي هناك أشخاص يعملون ليل ونهار. صحيح. لإصدار طبعا هذه النشرات التوعوية للمستمعين، وكذلك للاستفادة عن أي شيء جديد، سواء بأوقات عمل مراكزنا الصحية، الدليل الإرشادي، أي معلومات خاصة بصحتهم وخاصة بصحة دبي سيجدونها هناك في طبعا الإنستغرام وتويتر هيئة الصحة في دبي، واللي هو DHA_Dubai. نعم اختيامنا عيال، ناخذ فاصل، شو رايك؟ وبعد الفاصل طبعا احنا مستمرين مستمعينا الاعزاء في الحديث اليوم عن مستجدات كوفيد-19، والجزء الثاني من برنامجنا اليوم بيكون عن المخالطين والاجراءات الاحترازيه في وسائل النقل وفي الاماكن العمل. وبتكون ان شاء الله معانا اليوم عبر الهاتف الدكتوره هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئه الصحه بدبي. وبامكانكم التواصل معنا على الارقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصيه القصيره SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وما زلنا نحن اليوم مستمرين في حديثنا عن الإجراءات الخاصة بمستجدات كوفيد-19، والجزء الثاني من البرنامج اليوم تحت عنوان المخالطين والإجراءات الاحترازية في وسائل النقل وأماكن العمل.
نعم، وطبعا وضعت الجهات الصحية أخوي عبد الله بما فيها هيئة الصحة بدبي حزمة من الإجراءات والتعليمات الاحترازية المتعلقة بالمخالطين أثناء تنقلهم في وسائل النقل أو في أماكن العمل. والحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا اليوم زميلتنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح الخير آمنة، وصباح الخير لعبد الله وجميع المستمعين. صباح الخير دكتورة هند. صباح النور. طبعا اليوم أكيد عبد الله مفتقد وجودك في الاستديو، العادة كل ثلاث دكتورة هند العوضي تكون معانا في الاستديو. ولكن اليوم دكتورة ظروف العمل آمنة، ظروف العمل سامحونا عاد. عاد يعطيك العافية دكتورة على الجهود. الله يعافي. الله يعافيكم. وطبعا دكتورة اليوم الموضوع اللي حبيتي أنت أمس تنوهين عنه وقلتي لي آمنة اليوم أنا بتكلم عن الإجراءات الاحترازية أثناء التنقل بوسائل النقل، فحبينا نعرف منك دكتورة عن هذه الإجراءات الاحترازية أكثر. يعني من زمان ما صار لنا نتكلم عن وسائل النقل، لأن في فئة كبيرة من المجتمع تستعمل وسائل النقل العامة هذه، فأنا حسيت أنه صار لنا فترة إحنا ما تحدثنا عن هذا الموضوع، فحلو أن نذكر المستمعين ببعض النصائح اللي لازم يتبعونها أثناء استعمالهم لوسائل النقل. لما أنا أتكلم عن وسائل النقل أتكلم عن المترو، أتكلم عن السيارات الأجرة، أتكلم عن الباصات إذا في أشخاص يستعملون الباصات الحكومية هذه. ففي الكثير من الأشخاص ما يحطون في بالهم أن حتى أثناء استعمالكم لهذه الوسائل لازم أنتم تحطون في بالكم أن ما زالت هناك في جائحة لكوفيد 19، ما زال علينا أن نتخذ كافة تدابيرنا الاحترازية في كل مكان ومن ضمنها استعمالنا لوسائل النقل العام. نعم، وطبعا دكتورة هند إذا بنقول الحين أنا كشخص عادي اليوم صادف أنه ما كان عندي سيارة وبطلب لي أوبر بروح الدوام، هل هناك يعني إجراء معين تنصحيني أني أتبعه إذا ركبت الأوبر قبل ما أركب وبعد ما أنزل، أو في طريقة معينة للتعامل بما أن نحن ما زلنا مثل ما ذكرتي في جائحة كوفيد 19؟ طبعا النصيحة الأولى اللي أنا دائما أقولها للأشخاص أن إذا كانت عندكم أي أعراض فإحنا نفضل أن أنت هذا اليوم تظل في المنزل عشان حمايتك أنت وحماية الآخرين. إذا لا سمح الله كانت عندك أعراض ممكن تكون هذه الأعراض كوفيد، فإحنا ننصح الجميع إذا كانت عندهم أعراض مرضية وكانوا وايد تعبانين فإحنا طبعا ننصحهم أنهم ما يخرجون من المنزل. ثانيا لما أنت تستعمل وسائل النقل هذه إحنا نفضل في البداية أنك أنت تتجنب أنك تتعامل بالتعامل النقدي وتستعمل الوسائل الذكية. حين عندنا وايد عندنا خيارات آمنة من ضمنهم الأبل باي، البطاقات اللي إحنا نستعملها عن طريق الواي فاي. إحنا نفضل أنه ما يكون في احتكاك بيننا وبين الشخص، نقوم بالدفع عن طريق وسائل الدفع الذكية. وبعدين لما احنا نركب السيارة هذه نحرص ان السيارة هذه تتبع اجراءات اللي نازلة من عند الجهات المعنية اللي تقول ان انت لازم يكون في تباعد في المكان، لازم يكون بينك وبين الشخص فاصل، المركبة تسمح لعدد معين من الاشخاص ان يركبونها. فإحنا نقول يعني نحافظ على التباعد الجسدي. وصح إحنا إذا ركبنا السيارة نأخذ راحتنا، بس هذا ما يعني إحنا ننزع الكمام أثناء وجودنا في السيارة، نحافظ على ارتدائنا للكمام. وإذا كان السائق ما مرتدي كمامه بطريقة صحيحة نذكر نقول له لو سمحت ارتدي كمامك. أنا هذا الشيء أسويه دائما مع كل حد آمنة، كل ما أشوف حد في أي مكان أقول لو سمحت أرفع الماسك، بعدين إحنا نقدر نتحدث بطريقة صحيحة. وطبعا دكتورة هذه إذا هذا الحديث يجرنا للمسؤولية الاجتماعية، يعني أنا أذكر موقف لأختي كانت تعرفين دكتورة يعني مخبز أو مكان الخبز وكذا، هذا مخبز يورد لي يعني مثلا مناطق عديدة، فهي شافت الريال يعني منزل الكمام
شوي وقالت له يعني عدل كمامك، تقول شفتي يميني ويساري أغلبهم يعني بهذه الطريقة. فقامت هي كمسؤولية اجتماعية، هناك أرقام معينة، سواء نحن يعني نطرق الحديث مثلا في إمارة دبي أو إمارات أخرى، ولكن إذا يعني شفنا منظر مثل هذه المناظر المفروض نحن مسؤولية منا نحن أن نحن ننبه الشخص. يمكن الشخص هذا مو بحاسب نفسه، ممكن ما يعرف أنه طبعا دكتورة بعد درجة الوعي لدى الأفراد تختلف، يمكن هالشخص يعني شخص غير دارس، شخص غير مطلع، يتحرى أنه مجرد يحط الكمام خلاص أموره طيبة. فنقول المسؤولية المجتمعية دكتورة شيء جدا مهم، صحيح دكتورة؟ طبعا أمنة، يعني إحنا أولا نشرح لهم أنت ليش ترتدي أصلا هذا الكمام، هي مش فقط يعني أنت حاطنا كديكور أمنة أو لأن القانون قال أنك تلبس الكمام. فكرة الكمام أنك أنت لازم تغطي الأنف والفم لأن كوفيد-19 ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث اللي ينتج عن طريق أن أنت إذا تحدثت مع الشخص، إذا أنت سعلت، إذا أنت عطست. فأنت لما ترتدي هذا الكمام أنت تخلي بينك وبين الشخص الثاني مثل حاجز، وهو بارتداء الكمام أيضا يكون بينه وبين الرذاذ المتطاير أيضا حاجز. فإحنا بهاي الطريقة يعني لما نشرح لهم أن ارتدائك للكمام مش لأني هاكو أنا لابس الكمام، لا، الكمام لازم يغطي الأنف، لازم يغطي الفم، عشان إحنا نقول إن الكمام بالفعل يوفر لك الحماية اللازمة. ونحاول يعني الكثير للأسف أنا أشوف لما يتحدث مع الشخص الآخر ينزل الكمام عشان يسمعه بطريقة يعني أوضح. فأنا أقول لا تنسون إن يعني سبب وجود الكمام هو عشان يحمينا، فشو الفائدة إذا أنا نزلت الكمام في حديثي مع الآخرين؟ وين الحماية في الموضوع؟ فنقدر إحنا نحاول أن نتحدث شوي بصوت أعلى، نحاول أن المكان يكون هادي أثناء تحدثنا. يعني في أمور لازم نحطها في بالنا أثناء وجودنا في أماكن وتحدثنا مع الآخرين آمنة. هذا بالناحية الكمام. بعد لما إحنا نستعمل وسائل النقل العام هذه، في احتمالية إن إحنا نلمس الأسطح هذه، فنقدر إحنا نسوي شيئين، يا أما إحنا نعقم قبل ما إحنا نقعد، أو إن إحنا نحاول قدر الإمكان إن ما نلمس هذه الأسطح، وإذا لمسناها نعقم يدينا بالمطهرات الكحولية الموجودة. لازم إحنا يكون معنا دائما هذه المطهرات الكحولية عشان إحنا نحافظ على نظافة يدينا، لأن الطريقة الثانية لانتقال الفيروس هي عن طريق إحنا إذا لمسنا هاي الأسطح الملوثة ومن ثم لمسنا الأنف والعين والفم، فهذا الرذاذ ينتقل إلى داخل جسمنا عن طريق الأيدي الملوثة. فبحفاظنا على أيادينا نظيفة إحنا كذي بعد نحمي نفسنا من احتمالية انتقال العدوى إلينا. نعم دكتورة، طبعا يعني جميع المعلومات أو يعني أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعني فترة استخدامنا لوسائل النقل ضرورية مثل ما تفضلتي. دكتورة لو ننتقل ونتكلم معاك عن الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل، مثل ما تعرفين إن ما زلنا يعني في موظفين في أماكن العمل وحسب يعني المؤسسة وحسب النسب الموجودة، ولكن طبعا أكيد هناك ضرورة للأخذ بالاعتبار بالنسبة للإجراءات الاحترازية في أماكن العمل. في أماكن العمل أنا أحب هالمرة أعطيهم النصيحة بطريقة مختلفة. أنا أقول لهم 5 أشياء المفروض أنتم ما تسوونها أثناء تواجدكم في العمل. شوية نغير من طريقة إعطائنا للنصيحة لهم. أول شيء أنك أنت ما لازم تحضر العمل إذا كانت عندك أعراض، أو إذا أنت كنت شاك أنك أنت عرفت نفسك مخالط، فأنت المفروض تبلغ جهة عمل وتقول لهم تراني أنا مخالط لحالة إيجابية، فأنا راح أدخل في الحجر الصحي لمدة 10 أيام. ما نهمل هذه النقطة لأنها جدا مهمة. هذه الشيء الأول أن المفروض أنت ما تسوي أثناء تواجدك في العمل. الشيء الثاني أن إحنا لما نشوف زملائنا لازم إحنا ما نسلم عليهم بالأيادي، ما نسلم عليهم أن إحنا نحتضنهم أو نقبلهم، لا، إحنا نكتفي في السلام عليهم من بعد، نتجنب الاتصال المباشر معهم. هذه النقطة رقم 2.
صحيح. النقطة الثالثة أن المفروض إحنا ما نسويها أثناء تواجدنا في العمل، أن إحنا نتشارك الأغراض مع زملائنا. شو أقصد أنا بالأغراض؟ أنا مثلا أعطي القلم اللي أنا أكتب فيه، أنا أعطي الكوب اللي أنا أشرب منه، أنا أعطي سجادة الصلاة اللي أنا أصلي عليها. هاي الأشياء المفروض كل شخص تكون له هذه أغراضه الشخصية المفروض هو ما يتشارك فيها مع زملائه. وبعد في العديد من الأشياء اللي احنا ممكن نقول عنها، الخلاصة انك انت ما تشارك أغراضك الشخصية مع باقي زملائك. هاي النصيحة الثالثة. النصيحة الرابعة، نحاول ان احنا نتجنب التجمعات. المفروض احنا ما نسوي اي تجمعات في العمل. التجمعات اللي أنا أقصدها التجمعات في غرف الاجتماعات، إذا كان في مجال إن إحنا نقدر نسوي اجتماعاتنا عن بعد ليش لا، نحاول إن قدر الإمكان إن نحول اجتماعاتنا إلى اجتماعات عن بعد، وإذا كان ما في إمكانية نحاول إن إحنا ما نتجاوز العدد، الغرفة يعني ما تكون مكتظة بالناس، الغرفة تكون جيدة التهوية، وأيضا نحاول قدر الإمكان العدد الموجودين يكون أقل عدد ممكن. هاي نصيحتي الرابعة لهم. النقطة الخامسة اللي هم المفروض ما يسوونها، إنهم مو المفروض يهملون إجراءاتهم الاحترازية. عبد الله يعني شو أقصد بأن الإجراءات الاحترازية؟ الكمام جدا مهم. يعني بغض النظر الناس يمكن ملت من كثر ما أنا أعيد وأزيد في هاي النقطة، لكن ارتداء الكمام هي إحدى النقاط الذهبية اللي أنا دائما أعيد وأزيد فيها. المثلث الذهبي، المثلث الذهبي هذا إحنا لازم ما ننساه طول ما الجائحة مستمرة. إحنا نحط في بالنا إحنا ما زال علينا نرتدي كماماتنا، ما زال علينا نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين، وما زال علينا نحافظ على نظافة إيدينا. نعم أكيد. هذه حاولت أنا أختصر أهم خمسة نقاط أنت لازم ما تسويها أثناء تواجدك في مقر عملك. نعم طبعا دكتورة هند، أكيد يعني هاي النقاط ضرورية ومهمة، ومثل ما تفضلتي بأنها يعني مهمة في أماكن العمل وأيضا مهمة لأي مكان يعني الشخص يطلع، لابد أنه يأخذ بعين الاعتبار كل هاي الأمور الضرورية على أساس أنه يقلل من موضوع انتقال العدوى. دكتورة أكيد يعني موضوع الكوفيد-19 هناك بعض الفئات قد تكون يعني أكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19، لو تذكرين مستمعينا الأعزاء عن هاي الفئات. طبعا في البداية قبل ما أقول الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات، أنا أقول أن كوفيد-19 لا يستثني أحد، الجميع معرض للإصابة بهذا المرض. صحيح. ما في واحد يقول في كامل شبابه وكامل صحته يقول أنا والله ما بييني الكوفيد، لا، كوفيد لا يستثني أحد، من الصغار إلى الكبار في احتمالية أن أنت تصاب بهذا المرض. ولكن هناك في فئة وطأة المرض تكون أشد عليهم نتيجة لحالتهم الصحية اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة، بحكم أنهم يعانون لسنين من هذه الأمراض المزمنة، فمرض كوفيد-19 يكون شديد الوطأة عليهم. أنا شو أقصد بالأمراض المزمنة؟ هو المرض اللي يظل معك لسنين وما له علاج، وانت تاخذ العلاجات اللي ممكن تساعدك في السيطرة على هذا المرض، مثل السكري، ضغط الدم، امراض القلب والشرايين، امراض الكبد والكلى، ايضا اللي يعانون من السمنة نحن ايضا نعتبرهم من ضمن الفئات الاكثر عرضة للاصابة بالمضاعفات، لان السمنة تؤدي الى العديد من المضاعفات، وايضا تؤدي الى الامراض المزمنة، فاحنا ايضا نعتبر اصحاب الامراض المزمنة من الفئات اللي يعانون من البدانة، نعتبرهم أيضا من الفئات اللي لازم يحتاطون. وأيضا عندنا فئة كبار السن بحكم عمرهم، بحكم أن المناعة عندهم كل ما يكبرون في العمر المناعة شوية تكون مو مثل قبل، فإحنا نقول هذول الفئات الأكثر عرضة. إحنا عندنا أيضا الحوامل لازم أيضا يحتاطون في هذه الفترة، ويشددون من إجراءاتهم الاحترازية بحكم أنهم أيضا نحن نقدر نقولهم فئات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض. نعم. وما ننسى أيضا أصحاب الهمم أيضا. نعم. صحيح.
طبعا دكتورة هند العوضي، أكيد هناك نصائح عامة توجهينها لأفراد المجتمع، ليس فقط أفراد المجتمع مثلا اللي ذكرناهم الأكثر عرضة، وأفراد المجتمع بشكل عام، إذا هناك نصيحة جوهرية اليوم حابة تنقلينها للمستمعين. أنا حابة أعيد الكلام اللي أمس أنا كنت قاعدة مع موظفيني وكنا نتناقش عن اللقاح، فأحد الموظفين قال لي أنا مو مقتنع بفكرة أخذي لي اللقاح، فأنا قلت له أنا أختصر لك الموضوع في ثلاث نقاط رئيسية. أولا اللقاح أثبت فعاليته ومأمونيته، فأنت لما تفكر أن أنا إذا أصبت بكوفيد ممكن أنا أصاب بمضاعفات للمرض وممكن تؤدي للوفاة أيضا، لكن إذا أنت أخذت اللقاح أنت بهذه الطريقة تحمي نفسك لدرجة كبيرة من إصابتك بهذا المرض، وأيضا تحمي نفسك من الإصابة بمضاعفات هذا المرض إذا لا سمح الله ياك المرض. وبعدين قلت لهم أنتوا يمكن تكونون في صحة وعافية ومناعتكم تكون قوية، لكن أنتوا ما تقدرون تضمنون كبار السن الموجودين معاكم في المنزل، أنتوا ما تقدرون تضمنون الأطفال الموجودين معاكم في المنزل، أصحاب الأمراض، كل واحد فينا عامنا عنده شخص مريض عنده مرض مزمن في المنزل، كل شخص عنده شخص كبير في السن، هل إحنا نقدر نجازف بصحتهم وسلامتهم فقط لأننا إحنا مو مقتنعين بفكرة أخذنا للقاح؟ يعني أنا أعتبرها هذه مسؤولية مجتمعية على الجميع، أن إحنا بعد لازم نفكر في الآخرين ونبادر بأخذنا للقاح. يعني هذه النقطة يعني جدا مهمة، وهذا كان نقاشنا أمس في اجتماعنا مع الموظفين. نعم طبعا دكتورة هند، احنا كأفراد في المجتمع واجبنا ان نحث بعض ونحث اهالينا، واحنا ايضا دورنا اكبر لان نحن نعمل في هيئة الصحة في دبي، ونحن على دراية تامة دكتورة بمأمونية هذا اللقاح بالنسبة للمعلومات اللي ترد لنا ايضا، فنحن دورنا ايضا نوعي افراد المجتمع. دكتورة نحن حتى في جروبات الاهل نشوف يلا منو اللي ما اخذ اللقاح الحين، الهبة الجديدة دكتورة منو عنده نجمة ومنو ما عنده نجمة، منو اللي خذ الجرعتين ومنو خذ جرعة واحدة. يعني بهاي الموضوع احنا ممكن الانسان ياخذها بفكاهة، ولكن يعني ما تتصورين احنا عندنا يعني احد افراد الاسرة، يعني اخوي العود الله يحفظه ما كان راضي ياخذ اللقاح، بس قالوا له والله شوف البنات كلهم خذوا عاد الاولاد ما ياخذون البنات ياخذون ما يستوي، فيعني استوى الموضوع كأنه فكاهة، بس هو الصراحة فكر فيها انه شو يعني كل البيت خذوا وانا ما اخذت، فصاروا خذ اللقاح يعني سبحان الله صادفوه في نفس اليوم اللي هم سايرين ياخذون الجرعة الثانية. فيعني هذا الموضوع لو احنا بناخذه دكتورة من جانب فكاهي، ولكن احنا بنحث افراد الاسرة لدينا ان احنا واجبنا ان نحثكم، واجبنا ان نقول حق كل افراد الاسرة، يعني نحن الحين ايد بايد لازم كلنا نطعم عشان كلنا نوفر الحماية مثلا للوالد والوالدة الله يحفظهم. فمثل ما ذكرتي دكتورة مسؤولية مجتمعية تقع على عاتقنا وعاتق افراد المجتمع، ونحن طبعا نشكر افراد المجتمع اللي يسمعونا اليوم، لان مثل ما ذكرنا دكتورة هند امس الشيء مفرح جدا ان احنا نشوف ان افراد المجتمع يد بيد معانا ومع القيادة لأخذ اللقاح، لأن اللقاح هو وسيلتنا طبعا للرجوع للحياة الطبيعية. وطبعا يا آمنة يعني احنا ما نقدر بدون ما المجتمع يتعاون معانا ويبادر بأخذه للقاح، ويدا بيد إن شاء الله سوف نتعافى. نعم شكرا لك دكتورة هند العوضي رئيس قسم التثقيف التعزيز والتثقيف الصحي، وزميلتنا على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا اليوم. شكرا لاستضافتي ويعطيكم ألف عافية ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. طبعا أخوي عبد الله الحديث عندك، خذيت اللقاح؟ نعم يدا بيد إن شاء الله نتعافى. نعم نعم الحمد لله. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات مفيدة، وهذا هو دائما مستمعين نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، والحمد لله مخرجينا المتألقين الأخت منى محمد وأيضا الأستاذ أيمن سرحيل، وشكرا لك أختي آمنة العلي.
شكرا لك اخوي عبد الله. الله يحييك وتقبلوا تحياتي مستمعينا الاعزاء، عبد الله محمد جمعه، ودمتم جميعا بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.